ايه يا ابو في البيت دولا، ايه رايك يا عم؟ فظيعه جميله عليك قوي يا ده رمزي. الا دولا، بقول لك ايه، اوعى الهرم هيخش في مناخيرك. انت جبت لي البدله دي منين يا عم؟ اي خدمه يا رمزي، دي يا سيدي بتاع الجد الله يرحمه، كان وارثها عن جده الله يرحمه. يا جدك الله يرحمه ده دولا، ربنا يخليه ليكوا يا رب. بس دولا انا حاسس كده انها يعني مجسمه عليا شويه. انا حاسس ان انت وقعت من السما دخلت جوه البدله. الله، دولا والنبي بقى اسيبها لي شويه، اروح احضر بيها الفرح بتاع ابن خاله الواد حته عشان اصيدكم. ماشي يا سيدي، صيدنا براحتك، بس سيبني دلوقتي اركز عشان الانترفيو اللي هيحصل ده. قال صحيح يا دولا، هو الانترفيو ده اللي هو بيعالج الصداع ولا المغص؟ الانترفيو يعني مقابله شخصيه. انا مش عارف انا بتكلم معاك ليه، بس عندي مقابله شخصيه وعايز اركز يا رمزي. اهلا اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا يا فندم، منورين. حضرتك الاستاذ عادل سعيد؟ ايوه يا فندم، حضرتك مستر تومي الشهير بالحاج تامر. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. شكرا. اتفضلوا اتفضلوا، اهلا وسهلا اتفضلوا. منورين يا فندم، اتفضلوا. يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذ عادل، انا جاي لك بمناسبه الانترفيو اللي اتكلمنا مع بعض فيه في التليفون. طبعا، وحضرتك مواعيدك مظبوطه جدا. ومين الاستاذه؟ الاستاذه مدام نون الحنين، مقدمه برنامج انا قلبي ضعيف. طبعا غنيه عن التعريف، برنامج انا قلبي ضعيف. حضرتك انا كل ما اتفرج عليه انا بموت من العياط، عشان اساسا قلبي ضعيف. ارجوك ما تفكرنيش بالبرنامج، عشان كل ما بفتكره بعيط. بتأيتي بتأيتي. رمزي تعال تعال. أنا معرفهاش. تعال تعال تعال، روح هات اتنين حاجة ساعة بسرعة. اتنين بس يا دولا؟ ليه هم مش هيشربوا ولا ايه؟ اتنين حاجة ساعة ليهم وبسرعة. حاضر يا دول، حمام. أهلا وسهلا يا فندم، منورين. أهلا بيك يا أستاذ عادل. الحقيقة أنا قريت السي في بتاعك وحسيت كده إنك أنت ممكن تبقى مراسل صحفي جيد. أنا آسف، جيد جدا. ها؟ شغلك اللي هيبين يا استاذ عادل. ممكن تعرف اخبار كتيره عن ايه بالظبط؟ يعني في مجال السياسه ولا في الاقتصاد ولا في العلوم ولا في الفن؟ الكوكتيل بتاعي. كوكتيل، اخبار كوكتيل، برافو. انت اسمك ايه؟ اقول له انا اسمي رمزي. استاذ رمزي، انت تعرف اخبار كوكتيل؟ قال لا اعرف. قال ده انا بتاع الكوكتيل ده، انا حضرتك احسن واحد يعني في الكوكتيل ده انا شربه وهضمه 8 اجزاء. هو ده هو ده. ايه سعادتك حضرتك، ده رمزي، ده رمزي يعني بيعمل كده النظف بتاعي. يعني احنا بندور على الشخص المناسب اللي يقدر يكون عنده الاستيعاب انه يهضم الاخبار والمعلومات. حضرتك هو ده ايه يعني سيادتك؟ لا انا اي اخبار عايزها انا تحت امرك، اقتصاد، فن، كوره، اي حاجه انا تحت امرك يعني. ده وانا كوكتيل. بصراحه انا محتار بينكم انتوا الاثنين. تومي، انت ممكن تدي لكل واحد فرصته في اختبار لمده 24 ساعه. لا 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 يا حاج، 24 ساعه ايه؟ ده انا الكوكتيل ده بيخلص في ايديا في 5 دقايق. اوه، كوكتيل سريع.